الموضوع يعني المصالحة لما نجي نشوف في تجارب دولية في العالم، يعني ما تجيش المصالحة يعني تدير دولة وتتوحد وبعدين تدير مصالحة، لا، المصالحة هي أساسية أولا مش تبني عليها أي شيء. في كل التجارب اللي شفناها في العالم، يعني أول شيء تديره هو مصالحة، وترتكز على إعادة الأمن والاستقرار وسحب السلاح. إذا كان السلاح ما زال موجه ما تصيرش مصالحة. اللي يصير في وجود السلاح هو التشظي أكثر. يعني النقطة اللي كنت أريد أن نستند عليها دكتور مصطفى هي موضوع أن الأطراف هذه هي طرف في النزاع، وكل ما يحدث عليها، كل ما ينتج منها هو ينتج انقسام أكثر. شفت الفكرة وين؟ أنت تو سألتني عن مجلسين هل يتفقوا، هل فيه ليبي مازال عنده يعني، ولا حتى يعني أي إنسان عنده يراجع منطقيا من تجربة مع المجلسين هذوما، اللي هما واحد منهم هو أصلا سبب الانقسام. المجلس هذا أنت الأعلى للدولة، ما ننسوش احنا نرجعه أراه انبثق من المؤتمر الوطني العام مجموعة، يعني نسميها هي مجموعة مارقة الحقيقة، يعني عرفتني طيب، يعني عذرا على المقاطعة دكتور اليسير، كل الأجسام متهمة بما تفضلت به الآن بالبقاء في السلطة والصراع والوضع الذي وصلت إليه ليبيا، ولكن عندما نتحدث عن مصالحة وطنية، من الذي ممكن أن يرعاها؟ من الذي يمكن أن يقدمها للليبيين؟ يعني إذا كانت كل الأطراف متهمة بما وصلت إليه ليبيا من حال وهي طرف من أطراف الصراع. المصالحة، الأكبر قوة موجودة في الدولة الليبية هي الشعب الليبي. الشعب الليبي الآن لم يمارس حقه الطبيعي، أنه هو يدفع في كل هذه الأطراف أن هي يعني تقوم بما يجب أن تقوم به، وهو أولا استرداد الأمان للشعب الليبي عن طريق الانتخابات، ومتزامنا مع موضوع المصالحة الوطنية اللي هي ترتكز تماما على ما توصل إليه المتصارعين، اللي هو اتفاق وقف اطلاق النار 5+5. هذا الأساس، هو هذا الاتفاق وقف اطلاق النار هذا اللي الآن ببنوده. لو كان نفس الاتفاق كان الأساس في 2011 لما وصلنا إليه اليوم. لكن هذه الأطراف اللي هي متواجدة اليوم هي تجدرت من الأطراف التي كانت مسؤولة في 2011، هي نفسها، عرفتني؟ يعني فروع منها، يعني من الغصون طلعت منها، من الجذور اللي كانت موجودة في 2011، اللي هم لم يعملوا عملية الاستقرار، إعادة الاستقرار والأمن. إذا كان نهاية 2011 بعد الصراع المسلح انتهى، هو هذا الشيء الطبيعي اللي صار. الآن اتفاق وقف اطلاق النار، ما فيش شيء جمع السلاح يعني من اجل المصالحه فقط، هي خروج القوات الاجنبيه. الان عندنا قوات اجنبيه مرتزقه. شفت الفكره كيف؟ كل ما نستمر في الاعتماد على هذه الاجسام اللي موجوده الان، كل ما نصل الى مراحل اكثر تشظيا. شفت الفكره؟ رغم انهم يتكلموا، رغم انهم يعني يتبنوا شعارات المصالحة والدولة ومش عارف إيش، كل هالكلام هذا تسمع منه كويس، لكن أفعالهم اللي يديروا فيها هي العكس، تشظي أكثر. يعني كل ما عبينا عليهم وانتظرناهم وقعدنا ننتظر في حل منهم، كل ما نوصلوا لمراحل أكثر تعقيدا زي اللي ما فيها اليوم. فلهذا إذا أردنا الشعب الليبي اللي هو 7 مليون وثمانية مليون أن احنا نكون لنا مستقبل، الدولة الليبية لا تضيع، لابد أن كنا نتدخل في هذا الموضوع ونقول أن المصالحة الوطنية هي الأساس. لكن المصالحة الوطنية ليست شعارات، هي مربوطة يعني معتمدة اعتماد كامل، مستندة استناد كامل على عملية السلاح، وأن احنا لا نكون مسيطرين، يعني لا مستعد، يعني لا عندنا قوات أجنبية نعم يستعين بها على الثاني، ولا مرتزقه، ولا حتى ميليشيات داخل الدوله. لابد ان نصل الى هذه المرحله، وعندنا اساس نستند عليه هو اتفاق وقف اطلاق النار. ليش الاطراف هذه كلها
متجاهلة هذا الاتفاق وتتكلم عليه شيء ثاني كفضفاض، ليش؟ هذا السؤال نسخة نعم.